عم بفكر فيك يعني له فترة، لكن أنت حديثا عم بتفكر فيه، لكن هو له فترة طويلة عم بيشوف حركاتك، عم كان شاكك إنه أنت على علاقة، ف عم بتقدم خطوة ناحيتك، لكن هاي الخطوة عم يتخذها بحذر، عم يدرس الأمور. هو مش شخص عاطفي 100%، عم بفكر بالعقل أكثر من العاطفة، عشان هيك يعني رح أو طول هو في اتخاذ هاي الخطوة، لكن هو على أتم استعداد في شهر ممكن ياخذ هاي الخطوة ناحيتك. عم بشوف طاقة اللي هي هوائية، ممكن أو أنت ناوي على شغلة، في عوائق معينة صنعوها ممكن اللي حولك أو أنت صنعتها بذاتك، الجو ما كان كتير ملائم لاتخاذ هاي الخطوة، ممكن تكون شراء ممتلك معين، سيارة أكتر شيء ممكن يكون، كمان هذا الكارت يعني بيعبر عن سفر، اللي هي ممكن يكون في فرصة كبيرة للسفر، لكن مش أنت يعني، إما الشريك أو حدا من العائلة عم بيسافر أول شيء بعدين أنت بتلحقه، في مسافة أنت عم تقطعها أو الطرف الثاني عم يقطعها، أو في يمكن مسافة كبيرة كمان بينك وبين الشخص الآخر، شخص بتحبه أو صديق ممكن يكون، في مسافة بيناتكم، لكن هاي المسافة عم تتقلص، وكأنه إذا كان معنويا راح يكون في رجوع للماضي، رجوع للعلاقة، وممكن نفسره على إنه أنت راح تكون مستعد لاتخاذ يعني أي قرار. في أحيانا عم بتفكر في التهور أو إنك تطلع بسرعة من كل الجو اللي أنت فيه، فأنا شوي يعني بحذرك إنه لا تروى شوي، تكون عندك طاقة انفعال أو طاقة اللي هي بدي بسرعة الأشياء تتغير، بدي أسافر، بدي أغير، وهذا التغيير لصالحك، وعم بيكون في احتمال كبير في شهر. عم بشوف في حلم عم بتجسد، ولكن في شوائب يعني كانت خلال الفترة الماضية، غيوم حوالين هذا الشخص أو الحلم، ولكن في طريقه للتحقق إن شاء الله. عم بشوفك بتعطي من فلوسك لحدا، إما عم تدين حدا أو عم تعطي، وعم بشوف كمان برج الميزان في الأوراق، عم بتحاول تحقق العدل من بعد ظلم تعرضت له بالفترة الماضية، ولكن تعاملت معه بطريقة خلينا نحكي حكيمة، وكان قرارك فيه صحيح 100%. عم تاخد وتعطي مع أطراف ما كنت على وفاق معاهم، تهيأ لي في العمل، بالعمل عم يستنوك حبيبي على غلطة، فدير بالك، اشتغل شغلك 100% وما تعتمد كتير على الحظ، مع انه الحظ موجود لكن مش في كل المجالات. عم تتذكر شيء قديم، متشبث بشيء قديم، فكرة قديمة ما عم تقدر تطلع منها خلال الفترة الماضية، لكن الفترة الجاي عم تنجح في هذا الاشي وتطلع من الطاقة القديمة اللي انت كنت فيها. عم تترك شيء، عم تترك شغلة او شخص كان بيشكل لك اهمية كبيرة في حياتك، واللي هو يعني ما كنت شايف الا هاي الشغلة او هذا الامر او حتى شخص، ولكن عم تطلع بكل اريحية في شهر. خلينا نشوف مثلا الدراسة على الأكثر، لأنه في ناس طلبوا هذا الإشي.
عم بشوفك شوي مكسل بالدراسة، نهاية سعيدة في الدراسة، لكن من بعد جهد عم تبذله. كنت في الأشهر الماضية كتير مأخر إنك تبلش تدرس أو تبلش تركز في دراستك، لكن عم بتكون في الفترة شهر 7 وأكنه انفتحت نفسك على الدراسة، وهذا الإشي يعني عم تاخذ منه كثير نتائج حلوة. في أشخاص أكثر من شخصين عم بيراقبوك، عم أنت أعلى منهم، أنت بمرتبة أعلى منهم، هم نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة أو نفسهم يوصلوا لك يعني، فمش قادرين مش قادرين انه يوصلوا لك، وكأنك انت حاطط حواجز او شغلة بينك وبينهم. انا بحكي لك هدول الشخصين ابدا مش ناويين على خير، هاي من الاشياء السلبية اللي ظهرت، لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع، وانت في مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا في امور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلتوا بعجنوا، لكن انت ولا على بالك بالفترة الجاي. بالفترة الماضية كنت كتير مأرقينك هدول الشخصين او الاشخاص، لكن بالفترة الجاي راح تكون كتير قادر على النسيان وانك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الأشخاص، وعم تنجح وعم يسبب هذا الإشي غيرة من طرف هدول الأشخاص. عم بشوف في إيدك شغلة كانت عبارة عن وهم أو يعني رزقة عم تجيك، كان بالنسبة إلك عم بتفكرها صعب كتير بالحصول عليها، لكن عم بتلاقي نتيجة. ممكن يكون كمان تقدم في العمل، في العمل بالفترة الأخيرة عم بتشوفك شخص جديد، في تعاملك مع الآخرين كلهم عم بيطلعوا عليك إنه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه، لا هذا شخص تاني، عم يتغير جلدك في هاي الفترة. بالنهاية آخر ورقة طلعت معاي اللي هي أحدث فترة، ممكن تكون آخر شهر أيلول، عم توصل لتوازن كتير حلو في العمل والدراسة، وعم تجني ثمار، عم في شغلات سابقة أنت عملتها في القديم كنت تفكر إنه خلص أنا ما يعني راحت علي وما ما حاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها، لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الإشي اللي في بالك. عم بشوف في شخص مندفع تجاهك، لكن أنت شوي متأني في الموضوع، شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع. بحكي لك إنه استعجل لأنه الفرص ما بتيجي دائما مثل هذا الشهر أو بهاي الفترة. خلينا نشوف العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية إذن أول شيء للعزاب، بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين، والأزواج كمان. حاول نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين. حاسة حالي ما خلطتهم منيح. حبيبي برج التور، عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية أو بتجهز حالك لاحتفالية معينة، عم بيكون هذا الاحتفال من أجلك أنت، يعني ممكن يكون للعزاب زواج،
وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي أكثر من هو عاطفي، ممكن يكون زواج تقليدي، أو الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة، عم يدرس الموضوع منطقيا بحت أول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه، وعم بشوفه يعني عم بحلم فيك وكأنه أنت شغلة كتير أعلى منه أو أحلى منه بحياتك بالمجال اللي أنت فيه، وكأنه عم بده يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي من الأجواء اللي أنت فيها، وكأنه في اختلاف بينك وبينه، في إما الطباع أو مش عارف، في اختلاف معين، يمكن يكون في العمر، ممكن يكون شخص أصغر منك. هذا الشخص بيميل بشرته للبياض أكثر، للشقار أكثر، أو ممكن عيونه ملونة تكون. شايفه على هيك على حصان، وكأنه فارس أحلامك، فيه شغلات كتير من الشغلات اللي أنت بتحلم فيها. هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب، وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض أو قرارين في بعض بالنسبة للارتباط، عم بتعد مش للعشرة، عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع. عم يكون صعب عليك إنك تتخذ هذا القرار، لكن في شغلة حتبين لك أو تنور لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار في، ممكن يكون في الليل، يعني هيك بآخر الليل خلص أنا بدي أخذ قرار، فبتتصل في الطرف الثاني وخلص، أنا إما تعبر عن مشاعرك أو تقول له أنا بدي أرتبط خلاص. للناس طبعا، عفوا، للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار أو بيحلموا فيه، وانت من زمان بتدور على الاستقرار، بدك تستقر، حاسس انه امورك مش عم بتكون مستقرة 100%. بالنسبة للازواج، عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج، عم تتصافوا اكتر، في شوية مشاكل كانت قديما، لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في إيدك أو خاتم في إصبعك، مش عارف، رح تكون متحكم بالأمور ولكن بعواطف أكتر، عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الآخر، وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديماً. كنت على أرض مش ثابتة، كنت عم بتحس إنه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال، أو ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو أنت، لكن في شهر تموز رح تكون الأمور تمام التمام، ورح تحتفلوا مع بعض، أو يمكن ترجعوا الذكريات القديمة الحلوة اللي كانت بيناتكم، الحب عم يتجدد. أنا شايفة للناس المرتبطين لكن مش متزوجين، في نجاح في العلاقة، في نجاح في أمور عم بترتبها لحتى بالأخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة، وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي. قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض، كانت في أسرار، كان في أشخاص عم في، لا، شخص واحد كان عم يدخل، كان بعيد وقرب، وعم بشوفه هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص، لكن عم يتطلع عليكم، عم إما بيراقبكم أو حاقد. هذا الشخص موجود بالورق، والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم، ممكن
تكون من برج ناري أو برج اللي هو هوائي، ممكن يكون القوس، الحمل، هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي، لكن هو مستعد، هو مجهز حاله، أموره يعني تمام التمام، ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات، لا عم بيكون أموره مرتبة، المشاكل أو التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين. خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج الثور، صار في طلقات بالفترة الماضية لبرج الثور أو انفصالات كتير، كان في عندهم انفصال عن أشخاص أو شخص بالأكثر، يعني الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة. في نزاعات كانت موجودة من قبل،